السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشتغل بالزراعة، صار لي 22 سنة بشتغل بهالمصلحة هاي، تعلمتها من ابن خالي، تعلقت في هالمصلحة هاي وتعلمتها الحمد لله رب العالمين. مصلحة تعبة شوي وما في شيء هوية، كلها تعبة. أول شغلة بتهترى إيدينا مش ميتوا فيها، المطاملة بتوجع لنا ظهرنا، الباطون هذا بيهرينا ايدينا والحمد لله رب العالمين، ولكن بدنا نشتغل الحمد لله. مصلحة هي تعبة شوي الحمد لله رب العالمين. ولكن انا مشواري بعيد، يعني بمشي مسافة تقريبا شغلت 40 كيلو، بلش الساعة 8 الصبح خلص 6 ونص المساء 7 المساء. مصلحة تعب شوي، ايدينا من هون وقت اللي بنشتغل فيها من الصبح للمساء تعب شغلة كبيرة، ولكن الحمد لله رب العالمين ايش بدنا نسوي؟ بدنا نشتغل الحمد لله. مصلحة تعلمناها الحمد لله رب العالمين، بيجينا طرشة حيطان، قش حيطان، مطاملة، شيلان، نجف. مصلحة تعب كثير كثير. مصلحة تعلمتها صارت مثل خيالي، يعني النهار اللي مثلا ما بشتغل بتعب اكثر من النهار اللي بكون مثلا فيه عم بشتغل. خلص مصلحه تعلقت فيها وتعلمتها، ما بقدر مثلا بلاها، النهار اللي ما بطلع فيه على الشغل بتعب اكثر من النهار اللي بشتغل فيه.